تفضلوا. ايه رأيكم في المفاجأة دي؟ بتبصي لي كده ليه؟ وعهد الله ما كنت اعرف، ده انا كنت عايز اجندها. يا ترى هي صاحبة المحل. لا ليك حق تضحكي، ما هي ملعوبة صراحة. ايه يا عم داني؟ ايه حكايتك معايا؟ حكايتي انا خلصت يا سالم. حكايتكم انتوا الجديدة راح تبلش مع سارة. داني أنا فخورة جدا بشغلك الفترة اللي فاتت، ولولا أن الوقت قدامك ضيق ولازم تروح مكان جديد لكنت عملت لك احتفال يليق بمجهودك الرائع. بتمنى لك التوفيق من كل قلبي. وأنا كمان بتمنى لك التوفيق سارة. ساكت ليه يا عمر؟ بسمع. مش من عادتك تفضل ساكت. ما هو ما حدش بيفضل على حاله. مستغرب ولا مصدوم؟ لا دي ولا دي. امال ايه؟ مش مصدق. صدق زي ما لازم تصدقوا ان ساره اللي كنتوا تعرفوها حاجة وسارة اللي هتعرفوها حاجة تانية خالص. ايه تتحولي ولا ايه؟ ما بحبش حد يتكلم غير لما اقول له اتكلم. شوفوا بقى، انا طريقتي في التعامل مختلفة تماما عن طريقة داني. معايا هيبقى في سيستم جديد في التعامل والمقابلات وبتسليم المعلومات، حتى المقابل المادي، وده طبعاً ليهمكم، ده برضو هيبقى مختلف. يعني أنا مثلاً ممكن أدفع أكتر من اللي اتفق عليه داني لو المعلومة عجبتني، بس في المقابل زي ما بحب أدفع بحب آخد، وزي ما في مكافأة في عقاب، وأنا عقاب شديد لو حسيت إن في تقصير أو إهمال. وأتمنى إن ما حدش فيكم يضطرني أعاقبه. ومن النهاردة كلامي هيبقى مع كل حد فيكم لوحده، عشان من النهاردة كل واحد فيكم هيشتغل لوحده، وممنوع أي حد فيكم يعرف التاني عن طبيعة شغله أو المهمة اللي مكلفاه بيها. واضح؟ أي أسئلة؟ هو أنا أقدر أسافر إمتى؟ استنى برا يا سلام. سمعت؟ دلوقتي اقدر اخد راحتي معك عمر. انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. بسمتك ده كلام ما صدقه. ما كانش ينفع اي حد يعرف انا مين مهما كان قريب مني. مش فاهمك. عشان لسه ما تعرفنيش كويس. هو انت يعني واحده فيهم بالظبط؟ ساره اللي بتساعد العرب ولا ساره اللي عايزه تجيب اجل العرب؟ انا ساره اللي بتساعد العرب عشان تحميهم من نفسهم. ويا ترى انا ايه بالنسبه لك بقى؟ عمر المصري اللي بتحميه من نفسه ولا عمر اللي عاوزه تعب؟ انت من القليلين جدا اللي سارة بتخاف عليه.
عاوزاك تاخد بالك من نفسك اللي حواليك وبالذات سالم. سالم؟ أيوة سالم، سالم بغير منك، عشان كده فصلتوكوا عن بعض، عشان ما يعرفش أنت بتروح فين ولا بتعمل إيه. ممكن أسألك سؤال واحد بس تجاوبي عليه بصراحة؟ أكيد. هو أنت من أول ثانية قابلتيني فيها كنت تعرفي عني كل حاجة؟ يعني موضوع إن أنا شبه أخوك يوسف ده أي كلام؟ في الحقيقة أنا ما عنديش أخ اسمه يوسف، كل الناس تعرف إن ليا أخ اسمه يوسف، وعلى الورق هتلاقي اسمه، عشان لو حد دور ورايا هيلاقي ان الحدوته صح. شوف يا عمر، انا ما بسيبش حاجه للظروف، كل خطوه بعملها لازم تكون مدروسه، بفكر 50 سنه لقدام حتى لو ما كنتش عايشه. ويا ترى بقى انا كنت من ضمن خطواتك المدروسه دي؟ ها، انت قلت لي اسالك سؤال واحد بس وكده بقى سؤالين. معقولة لغاية دلوقتي ما تعرفش حياة مشاعري ناحيتك؟ بس لو ما كناش في السفارة كنت وريتك إحساسي تجاهك إيه؟ لسه قدامنا الوقت كتير، يلا دلوقتي عشان السيكوريتي مستنيك بره، هينزلك الباركينج في عربيه منتظراك، تروح بيها الحته اللي انت عايزها، وعايزاك تتصرف طبيعي خالص. والشركه والمركز اجيلك عادي؟ ها عادي خالص، بس اللي مش عادي انك عرفت انا مين، ومفيش مخلوق غيرك لازم يعرف أنا مين. في حاجة؟ ما رديتيش عليا، هو أنا أقدر أسافر إمتى؟ مستعجل ليه؟ ما تستعجلش، عمر. التسيم ولو مسيخة. Ona oçuramın ayağına kadar. Okey.